وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من البحرين سعادة الأستاذ علي العرادي عضو مجلس الشورى. بعد التحية سعادة السيد علي، طبعا هناك تجانس توافق عميق للعلاقات بين البحرين والسعودية، ينعكس ذلك في القرارات في منظومة مجلس التعاون، أيضا قرارات الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية والخليجية والمحلية. هل تحدثنا عن هذا التجانس على الصعيد السياسي بين المملكتين الشقيقتين؟ شكرا جزيلا، مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة كذلك ومسي بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. أتصور بأن ما يجمع مملكة البحرين من مصير مشترك ورؤية واحدة وموقف موحد قد انعكس بطبيعة الحال على رؤية قيادة وحكومة وشعب البلدين، خاصة في ظل حرص واهتمام سيدي صاحب الجلالة وكذلك أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ورعاهم. وعكس ذلك على العلاقات السياسية، دائما ما تجدين بأن مواقف مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية على الصعيد السياسي هي مواقف يعني واضحة، وكذلك هي مواقف مشتركة. وتجدين كذلك لأن مواقف مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في العديد من المنظمات والعديد من الاجتماعات الدولية تكون دائما متطابقة. نعم سيد علي، أنتم كمتابعون لمشهد هذه العلاقات التاريخية والتوافق السياسي والاجتماعي والذي مهد أيضا يعني تفاهم واسع على المجال الاقتصادي، كيف نقرأ اليوم أهمية مثل هذا المجلس وهو مجلس التنسيق البحريني السعودي؟ نعم، سؤال مهم جدا. أعتقد بأن وجود هذا المجلس التنسيقي البحريني السعودي يؤكد من جديد على مستوى التقارب بين الدولتين الشقيقتين، وكذلك في نفس الوقت يبني على ما تم من بناء سابق وما تحقق من منجزات مشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي. كما تعلمين بأن هناك العديد من المبادرات الهامة التي بذلتها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وهناك الكثير من المساعي المتواصلة في مسيرتهما التنموية الشاملة والمستدامة، وبالأخص كذلك تلك الخطوات التي اتخذت على مدى الأعوام السابقة لتحقيق مزيد من الاستقرار وكذلك تحقيق رؤية متعلقة بالتنمية الاقتصادية. ولعل يمكن شاهد على ذلك أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يعني لديهما رؤية اقتصادية طموحة، حتى هذه الرؤية يعني 2030 تجدينها ليست متشابهة فقط في الاسم ولكن في المنجز، فتجدين دائما بأن ما تحققه مملكة البحرين وما ينعكس على تطوير وتنمية البنية التحتية وينعكس على تحقيق طموحات اقتصادية كذلك للمستثمرين والقطاعات المستهدفة هي كذلك ذاتها في المملكة العربية السعودية. نعم سعادة الأستاذ علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.